تخرجي من هذا الباب حتى لا يراك الحارس. من المسلمين يا مولاي الخان. من المسلمين. تعالي تعالي يا خاتون لتسمعي ما يضحكك. قل لسيدتك، قل لها ماذا رأيت. سيدي الخان الأعظم، أنا لم أقل إلا ما رأيته بعيني رأسي. حسنا، إذن قل لها ما رأيته بعيني رأسك. سيد القائد بيجو يهوى امرأة مسلمة. رأيتي؟ قائدنا الحزين بيجو يعزف كل هذه السنوات عن النساء ليهوى امرأة من المسلمين هنا. لا شك أنه لم يستطع أن يقاوم أيها الخان. هي جميلة أيها الحارس. جميلة يا مولاتي الخاتون، وصغيرة أيضا. صغيرة أيضاً؟ نعم يا سيد الخان العظيم. جن بيجو إذن. له الحق، فالجمال يذهب العقل. أجل، ويذهب الأمم والتيجان والملوك، كما يذهب أحياناً الشيبة والهرم معاً يا هولاكو. حقاً يا دوغوس؟ جرب، جرب بنفسك لتعرف كيف يعيد الجمال الشيخ إلى صباه. لو كان كذلك لعدت طفلاً، فأنا أملك أجمل جميلات الدنيا، ليس كذلك أيها الحارس المخبول؟ وكذلك يا سيدي. عد لخيمة سيدك ولا تنم مرة أخرى لتحلم بما رأيت. لم أنم يا سيدي الخال العظيم، لم أنم ليلتين. ليلة البارحة كان يكلم نفسه وطردني وأمرني بالابتعاد. والليلة اكتشفت أنه لم يكن يكلم نفسه، وعرفت لما أمرك بالابتعاد. هو ما قلتم يا سيدي الخان. أنا لا أرى في هذا ما يدهش. بل يدهش كل الدهشة. لما؟ أليس بعيدو رجلا؟ رجل عرضت عليه الأميرات والجواري من قصور أمراء المسلمين، ورفض حزنا على ابنته، يأتي الآن ليهوى خفية؟ ولما يتخفى إذا كانت امرأة هنا قد أحبه؟ عيونهن هنا عميقة تنظر في سوادها فتهوي إلى سحيقها، تغرق تغرق ولا تتمنى أن تطفو أبداً. دع الرجل يغرق كما غرقت ابنته منذ زمن، ولا تفسد عليه هواه. انصرف أيها الحارس. سمعاً وطاعة يا مولاة الخاتون. انتظر انتظر. لم يأمرك الخان الأعظم بأن تكون عيناً على قائدك لترى ما لا يقال؟ أمرني سيدي الخان العظيم ألا تفوتني صغيرة أو كبيرة. دعها تفوتك، لا تنظر إلى قائدك عاريا وتصف لنا عورته، هذا لا يليق. صرف. الأمر لسيد الخان العظيم. تعال يا خالي الهرم، تعال. أتعيدني الخاتون إلى صباي؟ بل إلى طفولتي. تفضل بالدخول يا أبي. أي مكان أتفضل بالدخول إليه يا فاطمة؟ تقدم فيما شاء الله لنا. شاء الله أن أسكن خيمة. لله الحمد من قبل ومن بعد. سيقتلونني يا فاطمة.
وسيقتلونكم جميعا. خفف من حزنك يا أبي ولتصبر. ما صبري إلا بالله، عليه توكلت. إنما أسى من أجلك أنت يا فاطمة، أنت وإخوتك. يترك الملوك لأولادهم المال والجاه والقصور، ولكني أترك لكم الموت. سترثون الموت يا فاطمة، لأنكم أبناء رجل مقتول. رجل مقتول لا محالة. لن تقتل يا أبي، ولن نقتل. كيف؟ غدر بي الخان، لم يحفظ لي ميثاقا ولا كلمة. هو لن يبقي علي، أنا أعلم. أبي، أنت أعلم الناس أن الله جل وعلا لن يؤخر نفسا إذا جاء أجلها. أعلم جيدا، ولذلك فلن أطلب من هذا الخان أن يعفو عني. لن أحني رأسي من أجل نفسي، إنما سأحنيها من أجلكم أنتم. لا، لن نقبل أن يحني أبونا رأسه حتى ولو كان الثمن حياتنا. أنا أقبل يا فاطمة، أنتم في الذات كبدي. لا يا مولاي، لا يا أبي، لن نقبل أن نموت ويغلق الموت أعيننا إلا ورأس أبينا مرفوع لم يذل لغير الله. الله أعلم يا ابنتي. وهو المستعان، وسيجعل الله لنا مخرجا. لما؟ أنا لم أتق الله ليجعل لي مخرجا. أنا لم أتق الله يا فاطمة وأنت تشهدين. أنا لم أتق الله وكنت تلحين علي ليل نهار. فلما يجعل الله لي الآن مخرجا؟ الله أعدل من هذا، الله أعدل من أن يخرجني مما أنا فيه. وأرحم من أن يتركني هكذا ويتركك. ألم نتفق؟ نعم اتفقنا، وقلت ذلك للصرصري، وارتجف الرجل من شدة غلطته معي. ولكني أقسم بمن أقسم به رسولنا العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، لأسجدن 40 يوما أبلل الأرض بدموع ندمي لو من الله علي وأخرجني مما أنا فيه. أقسم لأفعلن كما فعل نبي الله داود. يأتيك المخرج الليلة يا أبي. كيف؟ القائد بايكو يأتيك الليلة في خيمتك. بايكو، إذن حل موتي. بل حل رحيلنا، سيساعدنا إن شاء الله حتى نرحل. نرحل؟ نهرب؟ كيف؟ كيف يا فاطمة؟ هل هذه لعبة أخرى من ألاعيب ذلك الخان؟ لا يا أبي، لا، بل هي نسمات من رحمة ربي. فلتطمئن يا أبي، فلتطمئن، وسأخبرك كيف من الله علينا بالفرج. ائتني بجوادي أيها الحارس. الجواد معد منذ زمن يا سيدي القائد. ولما لم تخبرني؟ أخبرتكم يا سيدي. يبدو أنني لم أسمع. اسمع، إن طلبني الخان قل له إنني أتنزه. سمعا وطاعة يا سيدي القائد. إلى أين تذهب؟ إلى حيث أتفقد جندي، فأنا لن أعود طفلا ولا حتى صبيا. لا أمل، وأنت تعرفين. يبدو أنني لم أعد جميلة كما كنت. بل العيب كله في جمالك، لو أنك أقل جمالا لسترتني عباءتي دائما كرجل وقور لا يعرف إلا أن يقود جيشا ليفتح به ممالك الدنيا كلها. أعترف يا دروس خاتون أنني ما هزمت إلا أمامك. بل أنت سيد. كذب، أنا سيد العالم، لكنني لست سيد دروس خاتون.
يؤلمك هذا؟ يؤلمني أن أرى عيون المسلمين مرصعة في خضار عينيه. أنا أتألم لألمك. اسمعي يا دوغلاس، أنا أعرف ما يؤلمك، وأعرف أن لك حقا في تألمك، لهذا أغض الطرف أحيانا عن أناتك. من العيب، بل من الخطأ، بل من الغباء أن يتزوج الرجل بكل زوجات أبيه، خاصة لو كانت إحداهن دوغلاس خاتون. إلى أين أنت ذاهب؟ ذاهب لأفعل ما أتقنه، أعد جيشا أقتحم به بلدا آخر، قلعة أخرى، حتى لا أموت هما لعجزي عن اقتحام قلعتك. ودي أن أسأل بايجو، كيف استطاع أن يغرق في عيني امرأة بعد حزنه كل هذه السنوات؟ بل أذهب إليه الآن ليقولها لي. ماذا تفعلين يا سيدتي؟ أجهز سترة الرحيل. لما؟ كي تسترني. أنا لا أفهم شيئا، ولماذا يخرج الخان متعجلا هكذا؟ كل منا يبحث عن شيء يستر ضعفه. الخان في طريقه إلى بايجو ليسأله عمن يهواها. أهناك من تهوى بايجو؟ ابنته. تركينا؟ أغلقي فمك، أفهمتي؟ وما العمل الآن؟ ما أعمل الآن؟ ما أعمل الآن؟ ذاهبة إليه هذا الأخرق الذي لم يستطع الإمساك بها. باتو؟ نعم باتو، باتو الذي ذهب يبحث عنها في قصور بغداد بينما هي غارقة إلى أذنيها في أحضان أبيها. ذاهبة إلى قصر أمير المسلمين؟ نعم، حيث يقيم ابن مسكة. اسمعي، إذا سأل عني الخان قولي له قولي له إني ذهبت في نزهة بعد أن انتصف الليل، قبل أن ينقضي نصفه الآخر حتى لا يفضحنا الصباح. فهمتي؟ يا القائد بايجو، من ينادي سيدي؟ سيدي الخان الأعظم؟ اعتدل واهدأ لتقول لي أولا. سأقول لكم كل شيء يا سيدي الخان الأعظم. أريد أن أعرف كيف تجلس أنت وسيدك القائد في خيمة واحدة؟ لست مع سيدي القائد يا سيدي الخان الأعظم. مع من إذن؟ وحدي يا سيدي الخان، كنت أرتب أشياء سيدي حتى يعود. يعود؟ من أين؟ ركب جواده وذهب للتريض. التريض؟ بعد منتصف الليل وفي هذا الصقيع؟ إلى أين اتجه قائدك؟ إلى هنا يا سيدي الخان، لا شك يا سيدي أنه ذهب إليها في خيام المسلمين. خيام المسلمين؟ حيث الخليفة؟ تفضل أيها القائد بيكو، تفضل على الرحب والسعادة. أنا أعرف أن هذا المكان لا يليق بقائد عظيم مثلك، ولكنكم شئتم ألا نستقبلكم إلا في خيمة. بل شئتم أنتم أيها الخليفة. عموما تلك مشيئة الله يا سيد القائد، تفضل بالجلوس. لم أوزن بعد لأجلس معكم. ماذا؟ لا يجب أن يجلس قائد منتصر مع قائد مهزوم. سيد القائد، يبدو أنك لا تعرف لماذا أتيت، ويبدو أيضا أننا لا نعرف. أهي حيلة أخرى من حيل خانكم يا سيد القائد؟ لا يا أمير، أنا أعرف جيداً لما أتيت، وأعرف جيداً ما سوف أقدم عليه، وأعرف أيضاً ثمن هذا كله، وسأدفع الثمن.
قالت لنا ابنتكم انكم سوف اساعدكم على الهرب، وها انا ذا امرك بان تعد نفسك للهرب. ساخرجك من بغداد كلها، ستعبر النهر في زورق الى الجهه الغربيه، انت واهلك، واتركينا ابنتي. وانت معنا يا سيدي القائد؟ لا يا ولدي، لن افر معكم. ساعود بعد ان اطمئن على ابنتي واستوثق من نجاتها. اعود الى قائدي وخان الاكبر هولاكو. نعم. لما يا سيدي؟ ليقتلني. ولماذا؟ لماذا لا تفر معنا؟ أميمة قالت إنك ستفر معنا. لقد قلت لها ذلك حقا، أوهمتها أنني سأهرب معها لنقضي بقية العمر معها. كذبت عليها. ولما كذبت عليها؟ يا ولدي، لو عرفت أنني لن أفر معها وسأعود لأدفع حياتي ثمنا لنجاتها لن تهرب، وسيقتلونها هنا وأنا أريد لها أن تعيش. لم تكن لي إلا أمنية واحدة بعد غرقها، أن أراها ولو في أحلامي وأموت بعدها. أنا أراها حية أمامي، فلما لا أساعدها على الهرب؟ سيدي القائد، كنا نأمل أن تعيش معنا. عيش سويا، أنا أدرك الآن كم تحبها. سيدي القائد، أنا لا أفهم لماذا تفقد حياتك بلا ثمن. بل أفقدها كي تحيا ابنتي. أيها الأمير، لو كان هنا قادة في جيشك لما أخذتهم الدهشة هكذا. أنا هكذا، قائد خائن يتواطأ مع أعدائه ويخون قومه، وشرف القيادة والجندية يحتم علي أن أقدم نفسي لأقتل. أرجو ألا تعرف تراكينا بما قلت الآن. أوصيك بها خيرا يا ولدي، أوصيكم بها خيرا، ولتقدر يا ولدي كم ضحيت لتعيش تراكينا. جهزوا أنفسكم، في الغد موعدنا بعد منتصف الليل، في مثل تلك الساعة تتجهون إلى الشاطئ. سيد القائد، نحن نشكرك. أيها الأمير، أنا لا أشفق عليك ولا أخون قومي من أجلك. أنا أساعد ابنتي لأنها ابنتي، فلا تشكرني. وراءنا يا بايكو. هكذا نقدم النفس بلا ثمن. ماذا تقول؟ لا شيء يا سيد الخان الأعظم. لم يقدر لنا الله مخرجا يا فاطمة، سد الله المخرج، أغلق الله بابه في وجهنا يا فاطمة. اتركي هذا الجانب فارغا، سنضع المخطوطات فيه يا أمي. كنت أريد أن أضع الأشياء كلها أسفل الصندوق والمخطوطات فوقه. لا أثمن من الكتب يا فاطمة، فما بالك بكتب السنة والسيرة والتاريخ الإسلامي؟ لك ما شئت، ضعيها كما تحبين. سوف أعلم أبي اللغة العربية أولا، فاللغة مفتاح العلم. ألا تعرفين إلى أين نذهب يا زهراء؟
الأطفال يا أبي، إما مصر وإما أرض الجزيرة حيث بيت الله الحرام، وبمكة أو المدينة حيث قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لتكن المدينة، لكم أنا مشوقة لزيارة قبر الرسول الكريم. يختار الله، والخيرة فيما يختار. انصرف أبي؟ نعم. اتفق مع مولاي الخليفة؟ لم يتفق؟ لما تقف صامتا هكذا؟ ماذا حدث يا أبا بكر؟ اترك كل شيء على حاله. لما؟ ألن نرحل؟ أبي وعدني بالحضور وأتى، فماذا حدث؟ أبوك أمسك بي الخان. ماذا؟ وكيف؟ من وشى به؟ من وشى بأبي؟ لا أعرف، لا أعرف. أين ذهب أبي؟ أخذه الخان ومضى به. أضعت أبي، لقيته لأضيعه. إلى أين يا أمي؟ إلى أبي، لأرى ما يصنعون به. لا أريد أن يذبح لأنه حاول أن يحمي عنقي. أميمة، أميمة، ألطف بنا يا رب. أية امرأة أيها الحارس؟ لم تذكر لي اسمها يا سيدي. رفضت ذكر اسمها؟ أمسك الكأس يا ابن العلقمي. ترى أية امرأة تلك؟ أنا يا باتو. سيدتي الخاتون، اصرف الخادمة والساقي. أصرف الخادم يا سيدتي. انصرف أيها الخادم. أمرك يا سيدي. وأنت أيضا لا تبتئس، فقد خدمتك كثيرا. لا بأس يا سيدي باتو، لا بأس. يا ابن العلقمي. لبيك سيدي. سل سيدتك ماذا تشرب. سيدته لا وقت عندها للشراب، هيا انصرف. سمعا وطاعة يا خاتون الدنيا. تجلس هنا بين الخادم والساقي، وأعناقنا أنا وأنت بين حد السيف ونصل الخنجر. ماذا حدث يا سيدتي؟ ماذا حدث؟ أين تركينا؟ بحثت عنها في بغداد كلها ولم أجدها. لا أحد ببغداد الآن. بحثت في موكب الخليفة وبين الجواري ولم أجدها، لم تخرج من بغداد. بل لم تبحث. بحثت عنها حتى في المطامير والقنايات وبرازخ الحمامات، لم أجدها. الناس هنا يختفون تحت الأرض خوفا من أن يذبحوا. لابد وأنها مطمورة في برزخ أحد الحمامات، لكنها لن تفلت من يدي. تركينا أفلتت أيها المغيب. ماذا؟ أفلتت؟ وقابلت أباها في المعسكر. ماذا قلت يا سيدتي؟ قلت ما سمعت. لقد عرف الخان من عينه أن بايجو يهوى امرأة من هنا، ولا بد أنه واصل لحقيقة الأمر. لذا اسمع، عليك أن تقضي عليها قبل أن تفشي سرك. و سرك يا مولاتي، أنت من أمرتنا بالرحيل من هناك إلى هنا بعد أن وجدناك مع دخ. قتلته وبقيت تركينا. وبعدها أنا. أنت حتى يظل سرك طي الكتمان. عجل بقتلها ولا تخف مني، لأني أعرف أنك لن تفشي سري، لأني لن أفشي سرك. أجبني يا بايجو، أجبني. لا أريد أن أقتلك دون أن أسمع صوتك. لما كنت مع الخليفة؟ كنت مع الخليفة في خيمته، حدث أم لم يحدث؟ تكلم أنت يا كتبقى، حدث أم لا؟ حدث، حدث يا سيد الخان. ماذا لا يريد أن يتكلم؟
اسمع يا بايجو، قالوا إنك تهوى امرأة من المسلمين، تأتي إليك في خيمتك سراً، هل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحاً، فهل هي من بنات الخليفة؟ هل هي من زوجاته؟ لا يريد أن ينطق، تكلم يا بايجو قبل أن أقتلك. من كانت هي؟ ولما ذهبت إلى الخليفة؟ أغلب الظن يا أبي أنه... أنا لا أريد ظناً، بل أريد الحقيقة. الحقيقة أن القائد بايجو غادر بنا يا أبي. اتصل به الخليفة عن طريق امرأة وقابله ليغدر بنا. أحقاً يا بايجو؟ نعم يا سيد الخال. ها أنت تكلمت أخيراً لتقول إنك كنت في طريقك للغدر بنا، ولن أزيد عن ذلك. وأنا لن أزيد عن قتلك، فقط لترد على سؤال واحد. ما الذي يدفعك للغدر بنا؟ لا أرى تبريراً لهذا. ما الذي يدفعك لمساعدة هذا المسلم المهزوم وأنت القائد المنتصر الذي رأيت أن أجلسه في قصره من الغد ليحكم هذه البلاد؟ أشفقت علي؟ أشفقت على بناته؟ جاءتك إحداهن وبكت عند قدميك؟ فرأيتها بعين خيالك ابنتك التي تتأبط الحزن من أجلها؟ تكلم يا بايجو، وإلا سأقتلك، سأقتلك بطريقة التتر، وأنت تعرف جيداً طريقة التتر في الانتقام من أعدائهم، القتل ببطء ورويا. سأبدأ بأطرافك، سأقطع أصابعك إصبعاً إصبعاً، وأضع الإصبع في فمك، وما إن تنتهي من مضغه وبلعه أعطيك الآخر. ها ما رأيكما؟ أنا لا أريد أن أقتله وحدي، بايجو صديق عمر بأسره، حاربنا سويا وهزمنا وانتصرنا، لكننا لن نخون سويا يا بايجو. أنا لن أعفو عنك، أتسمع؟ لن أعفو عنك ما دمت خالفت الياس. أيها القائدان، خالف الياس أم لا؟ خالفها علنا يا سيدي الخان، وجزاؤه القتل. سيدي الخان، أرى أن يذبح كما تقول الياس، من يغدر يذبح. ما أنا فأرى أن أقطع أطرافك يا بايجو وأضعها في فمك. أي الأطراف تختار يا خائن قومك؟ ربما تكلمت وقلت من تأتيك، إذا قطعت بخنجري خنصرك ستنطق وتقول من هي؟ أنا من كنت أتيه ومن كان يأتيني أيها الخان. من أنت؟ تراكينا. الذي أتى بك يا ابنتي؟ ما الذي أتى بك؟ لا يعقل أن يفتدي الأب ابنته بحياته ولا تفتديه بحياتها.
وكأننا نلتقي بعد كل هذه السنوات لنقتل بعضنا. هكذا تقول الياسة التي يقطعون جسدك باسمها. معقول هذا؟ أحقيقة ما نرى ونسمع؟ كالحلم أو حكايات الصحراء. لا يعقل أن تعودي إلى الحياة مرة أخرى بعد كل هذه السنوات. كما عاد باتو أيها القائد. ماذا؟ ماذا تقصدين؟ سل ولدك الذي ادعى أنه اختطف بعد كل هذه السنوات. ولدي ولدي اختطفه السحرة هنا. بل اختطفته أنا. هربنا معا وتزوجنا هنا حتى لا أذبح هناك قربانا للخال الأعظم، ولكنه عاد لكم ثانية وخدعكما وخدعني أنا أيضا. أكذا تستقيم الأمور؟ لا يا خان التتر، تستقيم الأمور لو عرفت من ساعدتنا على الهرب. من التي ساعدتكما؟ سل دوجوز الخاتون زوجتك، أو اذبحها بدلا من ذبح أبي بحجة مخالفته لقانون جنكيز خان الياسة. أنت تكذبين. إذا كنت أكذب فدعني أكذب للمرة الأخيرة يا خان التتر. سل ولدك هذا، قل له كيف يخالف الياسة هو أيضا. قل له أية فتاة معه تلح عليه أن يتزوجه وهو يسوف خوفا من الفضيحة. سله عن اسم طفله، حفيدك الذي لا تعرفه. ماذا أسمع بحق جنكيز خان العظيم؟ تسمع كيف تخالفون الياس جميعا ولا تحاكمون إلا رجلا ضحى بحياته من أجل ابنته. لو اكتشفت أنك تكذبين ستحرقين أمام الناس. أنا لا أكذب لأني أخاف من نار ربي يوم القيامة. أنا مسلمة لا أكذب. سأتي لك بنار ربك هذا هنا في قلب معسكر التتر، وستحرقين جزاء افترائك. خذوها! لا تقتل أبي. إذا كنت تريد أن تعاقب أحدا فلتعاقبني أنا. ليست جريمة أنا أن يحب الأب ابنته. الله يهدي الله. قتلنا بعضينا، قتلنا بعضينا. أعتقد أن ابنتك قد عفتك من جريمة عشقك لامرأة مسلمة، لكنها لم تعفك من خيانتك لنا واتصالك بالخليفة، لذا ستقتل كما تقول الياسة. هكذا! ماذا تنتظران؟ أن أقتلك يا يشمت بنفس الخنجر؟ أن أطالبك برأس ولدك ابن أختي؟ صرفة! ألقيا به مع قتل المسلمين لأسعد بلقاء من أحبهم. كتبغى! أمر سيد الخان. قد قتلته وستحرق ابنته حتى لا يسمع الناس مرة أخرى ما سمعناه هنا.